اهلا بحضراتكم مره تانية. ثقافه التبرع بشكل عام من الامور اللي محتاجه ليه مجهود اكبر من جانب الشباب، خاصه اذا كانت ليها علاقه بالصحه. التبرع بالدم واحده من الاعمال الهامه، الاعمال الخيريه اللي بنلاقي شباب كتير متطوع وبيجتهد قدر المستطاع علشان يخلي الناس تتبرع بالدم. ليه في مجهود مع انه الناس بتبقى عايزه تقدم خير، عايزه تساعد، عايزه تساهم، فاهمه يعني ايه مستشفى بتدور طول الوقت على نوع فصيل الدم معين. الفيسبوك احيانا بنفتحه نلاقي الناس بتقول ارجوكم في فصيله دم مش لاقيينها في اي مكان، واسره المريض تعبانه في انها تحصل على هذه الفصيله. كل ده احنا على درايه بيه تامه، ولكن عمليه بقى التبرع فعلا وان احنا نساعد في حاجه زي دي محتاجة دعم، محتاجة دفع. أنا يعني أكيد عندي أسئلة كتير لضيفنا الكريم في الاستوديو، الدكتور إيهاب سراج الدين أحمد، مستشار الأمين العام للهلال الأحمر لشؤون بنوك الدم. برحب بحضرتك يا دكتور. والحقيقة أول سؤال، إحجام الناس عن التبرع بالدم، أهم الأسباب اللي رصدتوها، لأنه أكيد أثناء عملكم بتحاولوا برضو تعرفوا إيه المشكلة. طبعا هو بص حضرتك، هو طبعا احنا بنتشرف بدعوتكم الكريمه ديت عشان نقدر تساعدونا في نوضح الصوره كامله ونقدر نقول ايه السبب عن احجام الناس عن التبرع بالدم. احنا عملنا طبعا سيرفي عشان نشوف السبب ايه، علشان نعرف بس ازاي نقدر نحله. فاكتشفنا ان اهم مشكله ان الناس بتسال عندها بعض الاسئله والتخوفات عن موضوع التبرع بالدم. منها كان بعض الاسئله، لا اصل احنا التبرع دوت اصل هيتبرع هيجي له فيروس، طب هيجي فيروس ازاي؟ أيوة. الحاجات كلها استرايل عمليه التبرع نفسها بالظبط كده. فاحنا قعدنا نحاول نرصد كل الاسئله اللي فيها المخاوف من المتبرعين. ناس تسال طب انا عايز اعرف الدم بتاعي يروح فين؟ قلنا لهم يا جماعه الموضوع برضو قعدنا وصلنا لحلول عشان نقدر نحل الموضوع دوت. فقدرنا قلنا اهم حاجه عشان نقدر نزود عمليه التبرع بالدم هو نشر ثقافه التبرع بالدم في مصر. قلنا هنشوف الطريقه، ممكن نبتدي عن طريق الافلام الرسوم المتحركه. عملنا بعض افلام رسوم متحركه، شفنا كل الاسئله اللي رصدناها في الاستبيان علشان نقدر نرد عليها بجمل بسيطه. عملنا في رمضان بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر حمله اسمها معلومه في لحظه. كنا بنعرض كل يوم معلومة في 20 ثانية نقدر نرد بيها على كل المخاوف عن موضوع التبرع بالدم، أهمية التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، أسباب رفض المتبرعين. تكلمكم يا دكتور تصريح من شهر، يعني من مدة بسيطة، بتصور من شهر يونيو، أنه ما تتبرعوش بالفلوس، اتبرعوا بالدم. صح كده، تمام. انه ده يعني المستشفيات في حاجه ماسه جدا ليه اكتر من المال. بالظبط، هو ده فعلا حصل. هو كان في فعلا تصريح من بنك الدم المركزي اللي احنا قلنا للناس احنا عايزينكم التبرع بالدم، ده هيحل المشكله. احنا ماديا مش محتاجين حاجه، ثق تماما ان هو سهل، في مصادر كتيره جدا تقدر توفر فلوس، بس ما فيش ولا مصادر ليها تقدر توفر دم غير المتبرع نفسه. فهو ده كان الرساله عشان برضو نزياده اطمئنان. بس احنا بدانا حسينا لما جينا بدانا ننشر ثقافه والوعي عن ثقافه التبرع بالدم، بدانا لاحظنا ان في استجابه، واستجابه كانت بنسبه كبيره. طبعا تعبنا شويه، حاسين الموضوع عايز مجهود كمان زياده، بس قدرنا الحمد لله. ده على كافه المحافظات اللي انتم موجودين فيها يا دكتور، يعني انتوا عندكم بنوك دم في اكتر من بالظبط. احنا عندنا خمس يعني في القاهره فروع. واسكندريه والغربيه وقنا والبحيره. المشكله دي في القاهره بس ولا احنا بداناها الاول كلها؟ الرول موديل في القاهره، وقلنا هنبتدي نطبقه في جميع محافظات الاربع فروع التانية لبنوك دم جمعيه الهلال الاحمر مصر. احنا لسه منتهيين من تطوير بنك الدم المركزي، والحمد لله اللي احنا بعد ما طورناه بادئين بقى نتحرك في تطوير جميع بنوك الدم التانية اللي تابعه لجمعيه الهلال الاحمر المصري علشان تكون على نفس المستوى وتمشي على نفس المعايير والستاندرز بتاعت بنك الدم المركزي نفسه. انتوا قدمتوا الحقيقه خدمه نقل اكياس الدم في حوادث كبيره.
بالظبط كده، وسافرتوا بيها علشان كده تخدموا المصابين. بالزبط. حوادث ارهابيه كان اخرها الروضه، بالظبط مسجد الروضه في بئر عبد. بالزبط. كان في الاسماعيليه المصابين، وحضراتكم حاولتوا انكم تحفظوا اكياس الدم قدر المستطاع. يعني عملتوا ايه في حادثه زي دي ولقيتوا اكياس دم انقذت الناس؟ طبعا. يعني كافه الفصائل ولا برضو واجهتوا نفس المشكله؟ لا لا، احنا الحمد لله هي كانت حادث الروضه ما كانش اول مسانده لينا لجمعيه الهلال الاحمر المصري في توفير الدم للمصابين، هو كان ثالث حاجه نقدر نشارك فيها من بدايه خطه التطوير. كانت اول حادثه قدرنا نشارك فيها كانت استشهاد المستشار هشام بركات، وقدرنا فعلا ان احنا نساعد في توفير كميات الدم بالفصيله الخاصه بيه. وتاني حادثه كانت وقت الطائره الروسيه، وعملنا اتصال مع التعاون مع وزاره الصحه والاداره العامه لبنوك الدم في وزاره الصحه عشان نبلغهم باستعدادنا لتوفير الفصائل، وكان قالوا لنا فعلا خليكم جاهزين علشان وقت ما هنقول هتنقلوا الدم لمستشفى كان دار الشفاء وقتها، بس هو ما خدوش الدم وقتها، بس هم كنا على استعداد معاهم. هي المشكله كمان بتبقى في السفر، يعني في حوادث بتبقى مثلا في القاهرة زي هشام بركات رحمة الله عليه، كان في مصر الجديدة الحادث يعني، إنما بقى لما تبقى في أماكن بعيدة أو محافظات ده برضو بيتطلب إمكانيات لحفظ أكياس الدم. تمام. إحنا بنبقى عندنا فريق كامل جاهز للطوارئ دوت، يعني هو الدم اتنقل من وقت الحادثة لغاية وصل مستشفى إسماعيلية العام في خلال من ساعتين لثلاث ساعات. لان احنا كنا عندنا الستوك، احنا بنبقى حاطين ستوك استراتيجي موجود عندنا بنبقى جاهز للحوادث ديت، فقدرنا والفريق كان جاهز اللي هو بتوع الامرجنسي قدروا يتحركوا مع بالتعاون مع فريق كمان الدعم النفسي الاجتماعي للمركز العام لجمعيه الهلال الاحمر المصري، وتحركوا كان في خلال ماكسيموم 3 ساعات هناك في مستشفى إيه العام، وقدرنا نوفر مش بس قرب دم، وخاصه ان هو كان في ديفكت حتى في فصيله وقتها هي الاو بوزيتيف، لا قدرنا كمان نوفر اللي هي اجهزه نقل الدم اللي هو الترانسفيوجن سيت. وكان التيم اللي كان رايح كان تيم مش بس عشان يوفر الدم، لا ده كان تيم جاهز لكمان نقل الدم لو الطلب ان هو نقدر نساعد الطاقم اللي موجود في مستشفى اسماعيليه العام لنقل الدم للمرضى. هرجع بقى لنقطة الشباب اللي بيتطوعوا علشان يقنعوا الناس بأهمية التبرع بالدم، بيوقفوا الناس علشان يعني يفتحوا معاهم حوار، يتكلموا معاهم بحرارة كده شديدة على أهمية التبرع بالدم. ده موجود في أكتر من مكان، أنا يمكن ضربت مثل بالمساجد في مناسبات، يعني بيكونوا معولين على أنه الناس بتقدم على فعل الخير، ممكن أنه ده يفتح لهم مساحة أكبر ومجال أكبر أنهم يتبرعوا بالدم بصورة أسهل، ولكن الحقيقة أنهم برضو بيجتهدوا في عملية إقناعهم بالتبرع بالدم. ممكن كمان بنشوف ده في أماكن لمحطات القطارات مثلا، بنلاقي الشباب بالبلطوات البيضاء واقفين يتكلموا عن التبرع بالدم. النسبة كبرت يا فندم لعدم التبرع بالدم أم نقصت؟ بص حضرتك، هو اوريدي احنا عندنا في مصر نقص 50%، يعني طبقا لاشتراطات او المعايير بتاعت منظمه الصحه العالميه ان كل دوله بتحت احتياجاتها من الدم سنويا 3% من عدد سكان الدوله نفسها. يعني احنا في مصر محتاجين في السنه 3 مليون قربه، تقريبا اللي بيتجمع منهم هم 1.5 مليون قربه بس، فبالتالي احنا عندنا نقص في 1.5 مليون قربه. طبعا احنا الموضوع الحملات التوعيه اللي احنا المتطوعين في الشارع كمان في اللي هي بيبقوا واقفين مع العربيات حملات التبرع بالدم، بالاضافه ان هو بقى في خطه جديده بدا بنجهز ليها في جمعيه الهلال الاحمر المصري، ان احنا بالتعاون مع قسم التطوع في المركز العام ان احنا نقدر نجهز فريق جديد من خريج الجامعات ومن الطلبة اللي احنا نقدر حتى ننزل بس بحملات مش جمع قرب الدم في حملات تبرع بالدم، تبقى فقط للتوعية لعملية التبرع بالدم. على ذكر الجامعات، في كمان تواجد في محيط الجامعات يعني لإقناع الطلبة بجدوى التبرع بالدم، ودايما يعني بيكون في مشكلة يمكن دي الوقت أو مصير الدم المتبرع به. إزاي بتتكلموا عن موضوع الدم المتبرع به ومصيره؟ يمكن دي أكتر التخوفات عند المتبرعين.
تمام. هو حضرتك احنا بنبقى دايما الموضوع بنحب احنا يبقى الموضوع مفتوح وفيه شفافيه كامله. هم الموضوع بسيط جدا، احنا مقرنا في 29 شارع الجلاء رمسيس امام اسم الازبكيه، ده بنك الدم المركزي او بقيه الفروع الثانيه لبنوك دم جمعيه الهلال الاحمر المصري. اي حد لو هو حتى مش عايز يتبرع دلوقتي يجي في اي وقت، يجي يشوف المكان في اي وقت من غير لما نحدد ميعاد معانا، يجي يشوف قاعه نقل الدم للاطفال، انيميا الاطفال انيميا البحر المتوسط، القاعه دي بتعمل يوميا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 3 ظهرا، وبنقدر نخدم في اليوم من 20 ل 25 طفل بننقل لهم الدم، بيجي ياخدوا نقل الدم مجانا. فبنقول للناس يا جماعه تعالوا اتفضلوا شوفوا المكان عندنا، شوفوا التطوير اللي عندنا، شوفوا المرضى نفسهم وتاكدوا ان هم بياخدوا الدم فعلا بيوصل لهم وفي نفس الوقت هم ما بيدفعوش فيه حاجه. هل في قوائم للمتبرعين المنتظمين مثلا؟ هي دي بدأناها في ناس في نفس الوقت واحنا بنتكلم على المشاكل دي الخاصه بالمتبرعين اللي قلقانين عن مصير الدم المتبرع بيه، في ناس منتظمه في عمليه التبرع بالدم. هو احنا بدأنا بقى مع بدايه ادخال نظام الباركود سيستم اللي احنا نقدر كمان نبتدي من بدايه عام 2018 نبتدي نعمل قوائم للمتبرعين المنتظمين. أيوة. لسببين، السبب الاولاني يا اما المتبرعين المنتظمين بكل الفصائل اللي هو يحب يبقى متبرع منتظم، او يبقى في متبرعين عارفين ان هم فصائلهم نادره فنقدر في حاله عدم توفير دم للاطفال فيكون فصيله نادره معينه فنقدر اللي احنا نقدر نجيب المتبرع دوت يتبرع وبعد عمل التحاليل نصرفه للطفل. فعلا مع نهايه السنه ان شاء الله نقدر يكون عندنا قائمه، مش هتبقى كبيره، ولا دي اول سنه نطبق فيها موضوع القوائم المتبرعين المنتظمين، بس كبدايه هيبقى عندنا قائمه كويسة جدا نقدر نبني عليها السنوات الجاية إن شاء الله. بتعملوا إيه علشان ردود الفعل؟ يعني في ناس خايفة من المتاجرة بالدم، في ناس شايفة إن الموضوع يعني أصبح يعني سيء السمعة، يعني مش عارفين يعملوا إيه، عايزين يتبرعوا لكن بيسمعوا كلام كتير وحش على موضوع التبرع بالدم، ما دي برضو عقبة كبيرة جدا. بص حضرتك لو كل الـ 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 الشباب او كل الناس اللي هم في السن المسمح لهم بالتبرع راحوا الاماكن اللي هم الموثوق فيها يتبرعوا بيها بصوره منتظمه، هم نفسهم هيلاقوا ان هم لا قدر الله لو حد يحتاج لقرب الدم مش هيلاقي اللي فيها مشكله في توفيرها. هيبقى هو الموضوع اللي هو هيتبرع وهو في نفس الوقت وقت ما يحتاج في يوم من الايام طالما في قاعده كبيره من المتبرعين المنتظمين مش هتبقى في اصلا اي مشكله في موضوع القلق. القاعده الكبيره من المتبرعين المنتظمين هل عندكم فكره عن ظروفهم؟ يعني ايه اللي خلاهم ينتظموا في التبرع بالدم؟ هل مروا فعلا بمشكله زي ما حضرتك بتقول وكانوا واقفين عاجزين عن الحصول على نوع معين وعلى فصيله معينه من الدم؟ طبعا دي بتبقى هي دي الاساس، هو معظم المتبرعين المنتظمون بيبقى هو ده السبب الاساسي، بس في بيبقى في منهم بصراحه ان هو في بنطلع حملات في شركات فهم يقدروا لما يحسوا ان هم بيتبرعوا ونقدر نبعت لهم نتائج التحاليل ويتاكد ان هو لا ده في اهتمام بالمتبرع زي ما بيهتم بقربة الدم يبتدي هو كمان يبتدي هو اللي يطلب يبقى متبرع منتظم. بس هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي هو الاساس ان هو بيحرك الناس في الاول وهو ان هو كان في احتياج في يوم من الايام لحاجه زي كده، بس كبدايه دي حاجه مش وحشه بالعكس. بالظبط، يعني دي فرصه كويسه ده ممكن يكون عنصر هام ليكوا انضم للكتيبه ان هو يقنع معاكوا الناس. بالظبط كده، هو ده لان هو بيتكلم من واقع تجربته. بالظبط كده، هيبقى اكتر واحد يقدر يوصف الوضع اللي غيره ويبقى هو مصدر ان هو يقدر يقنع متبرعين تانيين ان هم يبقوا موجودين معانا ان شاء الله. ايه مشروعات تطوير بنك الدم التابع للهلال الاحمر؟ هو حضرتك احنا كانت بدانا خطه التطوير في ابريل 2015. ايوه. كانت الفكره الاساسيه مع تعيين الدكتوره مؤمنه كامل الامين العام لجمعيه الهلال الاحمر المصري واهتمامها ببنوك الدم، فقالت ان هو ما فيش اي تطوير لبنوك الدم من سنه 1998 20 سنه، مع ان بنك الدم المركزي ده تم انشاؤه بقرار جمهوري من سنه 67. فهو كان حطينا خطه تطوير، قدرنا ندرس الوضع لمده 6 شهور، حطينا خطه والخطه دي قلنا ان احنا حطينا خطه لغايه 2020 ان شاء الله. الخطه ديت عرضناها على الدكتوره غدا والي
نائب رئيس مجلس اداره جمعيه الهلال الاحمر المصري وزيره التضامن، وعرضنا عليها الفكره بتاعت الخطه، وهي تبنت الخطه والفكره وكانت متابعه بطريقه منتظمه معانا في كل خطوه من الخطه ديت، حتى كانت بتطلب دايما في اجتماعات مجلس الاداره مراجعه كل خطوات الخطه. الخطه كان اساسها وهو عمل تطوير اداري وفني، وفي نفس الوقت تطوير للبنيه التحتيه والاجهزه لبنك الدم. مكان ابسطها التطوير البنيه التحتيه والاجهزه، مكان ما كانش في اي تطوير ولا تغير في اي بنيه تحتيه من 20 سنه، في حاجه توقع الوضع. لما بنيجي نحتاج ندخل اجهزه جديده، الحمل الكهربي ما بيسمحش ان هو يقبل اجهزه جديده. فاحنا قدرنا ان احنا الحمد لله نعمل تطوير كامل للبنيه التحتيه. كمان قدرنا ان احنا ناخد الدور، يعني احنا المبنى عندنا كان دور واحد، احنا خدنا الدور اللي فوقينا كمان كان موجود، قدرنا نخلي الدور اللي تحت ده دور للمعامل فقط، والدور العلوي ده خليناه اداري. وقاعة مؤتمرات اللي احنا قدرنا نعمل فيها حفلة الافتتاح، وبقى مساحة بنك الدم بدل ما 1050 متر بقت 2100 متر. في نفس الوقت جاب شركات كتيره جدا ساعدتنا ان هي جابت اجهزه، زي ما احنا قلنا حضرتك، احنا قلنا مش الناس مش عايزين فلوس، فهو الناس كانت كل الشركات حتى الشركات الاجنبيه جهاز مثلا يقولنا طب احنا هنوفر لكم جهاز، انتوا مش عايزين فلوس لانه اساسا في دعم ليكم، فانتوا احوج من المواطن بقى للدم، تبرع بالدم. بالظبط. والحاجه الثانيه كانت يعني اللي انا هقوله لحضرتك المفاجاه، اللي هو كل التطوير ده اتعمل بدعم ذاتي، يعني احنا ما خدناش اي مبلغ من اي جهه. بمعنى ايه دعم ذاتي؟ يعني احنا اصل حضرتك بتتكلم في تطوير كبير، بنية تحتية، كهرباء، يعني محتاجين دعم كبير. اللي حصل هو وقتها ان هو كانت ملامح الخطة الاساسية ان هو كان بنك الدم بيعمل لمدة 6 ساعات، فاحنا قلنا طيب احنا هنقدر نشتغل لمدة 24 ساعة وعلى مدار ايام الاسبوع والجمعة والعطلات الرسمية. وكانت المشكلة ان هو العمل 6 ساعات ما كانش بيسمح بفصل جميع مشتقات الدم من قرب الدم. فكان معظم الدم تبقى قرب دم كاملة، وده اصلا اوبسوليت، يعني هو خلاص اتلغى على مستوى بنوك الدم في العالم. فاحنا كانت فكرة الخطة نفسها طب احنا هنعمل زي الستاندرد، هنقدر نفصل من 80 ل 85% من القرب ديت بدل ما كان بيتفصل منها 25% بس. وقدرنا نخاطب الجهات المستشفيات الحكوميه اللي عارفين ان عندها نقص في توفير المشتقات طبعا. بالذات انا يا جماعه والله انتوا حضرتكم انتوا يعني بدل ما تجيبوها من بره شوفوا انتوا بتاخدوها من الجهات الحكوميه بكام باسعار قليله جدا، ودي كانت الفلوس دي كانت مهدره، قلنا لا الفلوس دي احنا هناخدها اهو وهي دي اللي هنطور بيها بنك الدم. قدرنا قلنا بتلاقوا ايه؟ بتقول حضرتك انك بتروحوا للمستشفيات الحكوميه بتدوا لها اكياس دم ومشتقاتها الاساس، يعني كان الاساس المشتقات، مش كان الاكياس الدم يا دوب بتكفي اطفال بتوع انيميا البحر المتوسط. طيب بتلاقوا الاحتياج قد ايه في المستشفيات كتير جدا الحكومية. يعني احنا في بعض الجهات احنا كنا مثلا بنفصل يعني الكرايو اللي هو احدى مشتقات الدم زادت نسبه الفصل ليه بنسبه 50%، لقينا ان بعض المستشفيات ما كانتش بتاخد من عندنا، وصلنا معاها اللي احنا بنوفر لها 1000 وحده كرايو في الشهر ومش مكفي. فكانت بيضطر بعض المرضى ان هم يخرجوا بره يجيبوا ويشتروا اعصابهم، لا الموضوع ما بقاش كده خالص دلوقتي. احنا قلنا لهم بصوا احنا دلوقتي عندنا سيستم، نجيب الناس تشوفوا التطوير اللي عندنا، والناس فعلا يعني اهتمت بالتطوير دوت والنظام الجوده اللي احنا عاملينه في بنك الدم، وقبلوا واقتنعوا باللي احنا بنعمله، وبداوا فعلا يطلبوا منا بصوره منتظمه توفير مشتقات الدم للجهات ديت. طيب هو طبعا انتوا بتقدموا دور كبير، حضرتك بتقول يعني انه المشاركه كمان في حوادث كانت كبيره مر بيها الوطن، كانت مشاركه فعاله، اخرها حادث بئر عبد. ايه اللي محتاجينه يا فندم؟ يعني ايه متطلباتكم في الفتره الحاليه؟ هل فعلا نشر ثقافة التبرع بالدم هي المطلب الأساسي دلوقتي؟ بالضبط، احنا مش محتاجين أكتر من كده. احنا الحمد لله حاطين خططنا تطوير المكان إن شاء الله، احنا بس كل اللي محتاجينه إنه هو عايزين ننشر ثقافة التبرع بالدم، كمان عايزين ننشر الثقافة، مش نقول للناس لا بس ما تتبرعش غير في الهلال الأحمر المصري، لا في أماكن تانية موثوق فيها محترمة جدا، موثوق فيها في البلد للتبرع بالدم. احنا مش عايزين نعمل مبادرة ثقافة الوعي التبرع بالدم مش للهلال الأحمر المصري، للشعب المصري كله.
ثقة تماما حضرتك. لو كل يعني معظم الشباب اللي ممكن يتبرع في سن التبرع بالدم لو اتبرع بصورة منتظمة في جميع الأماكن الموثوق فيها مش الهلال الأحمر المصري بس، ثقة تماما ما فيش مريض هتلاقيه بيلف مرة ماسك معاه أنبوبة أو ماسك معاه ريكوست بيدور على كيس دم، لأن هو المكان اللي هيكون موجود فيه هيقدر يوفر له كيس الدم. بيبقى في اي كشف سريع على المتبرع؟ طبعا بنقدر اول حاجه بنقدر بنعمل له بيملى الاستبيان، بنقدر من خلال الاستبيان دوت اللي احنا نستبعد المتبرعين اللي هو ليه مواصفات معينه، بنعمل تحليل الهيموجلوبين وكمان الضغط، بنقيس الضغط للمتبرع. ويتبرع وياخد عصير بالظبط كده ويبقى كويس. يعني الحقيقه هي طبعا ثقافة مطلوبة في الفترة الحالية، زي ما حضرتك قلت في معاناة من المستشفيات الحكومية ممكن لنقص المشتقات، مشتقات الدم، في مشاكل كتير بتمر بيها أماكن دلوقتي خاصة بالعلاج وخاصة بالتعامل مع حوادث، أنواع كتيرة من فصائل الدم. مسألة التبرع بالدم زي ما دكتور إيهاب قال هي مضمونة 100%، ومصير الدم المتبرع به هو في النهاية لمستحقيه. شكرا جزيلا دكتور إيهاب سراج الدين، مستشار الأمين العام للهلال الأحمر لشؤون بنوك الدم، بشكر حضرتك على وجودك معنا. بعد فاصل قصير هنتكلم مع حضراتكم على عقوبة خطف الأطفال. عقوبة خطف الأطفال ناس كتيرة بتتكلم عليها، يمكن المشاكل اللي شفناها الفترة الأخيرة لقينا أنه في ناس بتقترح الإعدام لمن يختطف طفل أو طفلة، وده كان في الواقعة يمكن الخاصة بحادثة الشروق ووقعة أخرى تلتها. يعني حادث الخطف لطفل أو طفلة أصبح الآن مثار جدل ليس فقط في الشارع المصري، ولكن انتقل بناء على الأهمية الحالية لهذه الحوادث إلى البرلمان. بعد فاصل قصير هنشوف عقوبة خطف الأطفال في قانون العقوبات الحالي وما يتم التعديل عليه من قبل أعضاء مجلس النواب. خليكم معنا. سيرامو نيو كابيتال هو أحدث إنجاز تحققه شركة نيوبلان بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 15 فدانا في منطقة R7 من أكثر المواقع تميزا بالعاصمة، حيث يبعد دقائق معدودة من مجمع المدارس والمستشفيات ومطار العاصمة وحي السفارات. احنا الحمد لله يمكن بقالنا شهر عملنا حجم أعمال كويس، حجم بيعات كويس، وبنشكر الناس كلها اللي عندها ثقه فينا، خصوصا ان احنا اول مره نشتغل في العاصمه. عندنا بنت هاوس فوق بحمامات سباحه بجنينه، ده برده مش موجود في حته ثانيه. عندنا الواجهات كلها يعني ستيل ستراكشر وكارتون وولز كلها بشكل جمالي جدا عشان تدي واسع وتدي اللايت سيستم كويس. ان شاء الله ننزل قريب في السخنه ان شاء الله في شهر 1 او 12، والساحل ممكن ان شاء الله في النص الثاني من 2019. سيرانو المشروع بتاعنا المولود بتاعنا الجديد ده حجم بيعه يوصل حوالي 1.5 مليار. الارض الثانيه اللي احنا واخدينها في العاصمه الاداريه اللي هي الاداري تجاري حجم الاستثمار بتاعها وحجم برضه بيعها تقريبا يوصل 2 مليار جنيه. بنوفر سيرفيس معينه اللي انت محتاجها، انت مش محتاج سيرفيس كتيره جوه الكومباوند بتاعك عشان ما اعملكش هيدك، بيأثر على الصيانه بتاعه المشروع، بيأثر على الخدمات بتاعه المشروع كلها من جوه، بيأذي اللي ساكن. فالفكر الجديد بتاع الكومباوند ده الفكر الاساسي من اللي جاي من كلمه كومباوند، ان هو حجمه يبقى حاجه سكيل صغير، يعني بتتكلم 15 20 50 فدان. يتكون سيرانو من 17 عماره بمساحات مختلفه، ويضم مجموعه من المطاعم والكافيهات الفاخره والبحيرات الصناعيه ومنطقه خدمات تجاريه وترفيهيه للاطفال، بالاضافه الى اماكن ممارسه الرياضه والقراءه وامن وحراسه ليلا ونهار. التارجت بتاع نيو بلان مش ان هي تعمل تطوير وكونستراكشن وتبيع بس، احنا عايزين نحط العميل بتاع نيو بلان في مكانه ثانيه خالص، وان احنا نشتغل لهم اثناء قبل البيع واثناء البيع وبعد البيع. انا بحثت
في الموضوع ده كويس جدا جدا قبل ما اتعاقد بشكل نهائي، ولكن بصراحه ما وجدتش الراحه النفسيه، ما وجدتش الصدق، وما وجدتش الشفافيه بدرجه عاليه زي ما وجدتها في شركه نيو بلان. الديزاين اللي عاملينه فعلا تحفه في منتهى الجمال. المشروع ده هيبقى حلو جدا اكتر مما اللي موجودين اللي حضروا الايفنت يتوقعوا، لان هم فعلا عاملين براند حلو جدا، وان شاء الله بيست اوف لك ليهم. وانا ان شاء الله يعني ابقى سعيده جدا ان انا ابقى من ضمن الاونرز اللي هيبقى موجودين في الكومباوند. تستمر نيو بلان في تنفيذ خطه استثماريه طموحه، حيث تستكمل بعد ذلك انشاء مشروعين جديدين في منطقتين من اهم مناطق العاصمه، الحي الحكومي ومنطقة المال والأعمال، لتصبح مشروعات نيو بلان أحد أهم محاور الاستثمار العقاري بالعاصمة الجديدة. محمد سلامة، هنا العاصمة.